السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. كما شفتوا معايا غادي نقدم معاكم هاد السفه هادي اللي كتجي روعه، كتجي بحال ديال المناسبات، شكلا ومذاقا يعني هائله، بشكل اللي هو سريع جدا، 25 دقيقه 30 دقيقه ها هي واجده معاكم. غادي ندخل مباشره يعني في التقديم ديال يعني الطريقه ديال التحضير، اما المقادير راهم معروفين واي واحد راه كيعرف شنو كنحتاجوا الصفة. قبل ما نبدا نتمنى انكم تشتركوا في القناه اذا كنتم مازال ما مشتركينش، وشكرا لاي واحد يعني كيخلي لي لايك وكيخلي لي كومونتير واشتراك، ما شاء الله المشتركين كيتزادوا يوم بعد الاخر، كيفرحني اي اشتراك تزاد عندي. كنشكركم بزاف ونبداو في الطريقه ديال التحضير ديال هذه الصفه هذه اللي كتجي سريعه كما قلت لكم. اي واحد جرب هذه الطريقه انا متاكده ما غاديش يعاود يستغنى عليها، حيت كتجي سهله والمذاق كيجي رائع، والشكل ديالها غادي تشوفوه معايا. هنايا عندي نص كيلو ديال الشعريه النوع الجيد، غادي نديرو ليه 3 ولا 2 ديال المعالق كبار ديال زيت المائده، وندهنوها مزيان بالزيت من مورا ما ندهنوها غادي نديروها في الكسكاس ونحطوها تفور. التفويره الاولى غالبا يعني كدي معاك 10 ديال الدقائق بالضبط، 10 ديال الدقائق، وغادي نولي نرجع معاكم. واحد النقطه مهمه باش ان هذه الطريقه هذه تنجح معاك، ضروري ما يكون زايد على الشعريه، ضروري هذه القضيه هذه خصك تركزي عليها باش ما تلصقش لك الشعريه ولا تكور. غادي ديري الماء في الكسكاس في القدره، يعني مثلا درت نص كيلو ديال الشعريه هنايا غادي ندير ليه 3 لتر ديال الماء في القدره. هذا هو يعني الامر المهم في هذه الشعريه هذه، وخليك معايا باش تشوفي الطريقه. وهنايا فورات الشعريه ديالنا كما قلت لكم بدات معايا 10 ديال الدقائق، غادي نهزو الكسكاس ونكفيوه في الماء فاش فور، يعني غادي نهزو الشعريه ديالنا ونخويوها في الماء فاش فورات، وتزيدوا ليها القياس ديال الملحه ديالها وتخليوها واحد المده ديال 2 ديال الدقائق حتى 3 ديال الدقائق. بغيتي تصفيها وتفتليها بالزبده وتدوزيها مباشره لطبق التقديم فممكن، كما قلت لكم بتفويره واحده ممكن انها تجهز معاكم. ما بغيتيش ممكن تضيفي ليها واحد 10 ديال الدقائق اخرى ولا 5 ديال الدقائق كتفويره ثانيه. انا هذا الشيء اللي غادي ندير في هذا الفيديو هذا، يعني غادي نزيد ليها تفويره ثانيه، غير اختيار يعني مساله اختياريه. بغيتي تقدميها مباشره راه كتجي في جميع الحالات كتجي زوينه ولا شكل ولا مذاق، كتجي جاهزه وما بها حتى شي حاجه، واخا ما تعاوديش تفوريها راه كتجي زوينه. هنايا كما قلت لكم غادي نصفيها مزيان ونزيد ليها الزبيب، الا بغيتوا انكم تضيفوا ليها الزبيب حتى هو اختياري، ونعاود نحطها نفتلها بالزبده ونعاود نحطها واحد 10 ديال الدقائق ولا 5 ديال الدقائق كتفويره ثانيه، ونعاود نرجع معاكم باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الصفه ديالنا.